بين الإثارة الإعلامية والبحث العلمي ومتاهات السياسة تضيع في العادة الكثير من الحقائق. هذا ما ينطبق على حقبة سلطان عبد الحميد الثاني آخر الخلفاء العثمانيين، الذي به توقف نظام حكم إسلامي كان ماضياً منذ 1400 عام. دولة خلف دولة، وأنت تقرأ عن السلطان تقرأ النقيضين. لكن الشاعر التركي رضا توفيق بلوكباشي، الذي يعرف بأنه أحد رموز المعارضة الشرسة للسلطان، لخص المشهد: عندما يذكر التاريخ اسمك أيها السلطان العظيم، سيكون الحق معك وفي صفك، افترينا عليك دون حياة، وأنت أعظم السياسيين في عصرنا. قلنا إن سلطان عبد الحميد ظالم، قلنا إن سلطان عبد الحميد مجنون، قلنا لا بد من الثورة على السلطان، وصدقنا كل ما أوعز به الشيطان إلينا، وتسببنا عندما ثرنا في إيقاظ الفتنة وكانت نائمة. بحسب المؤرخين، فإن سلطان عبد الحميد عمد إلى تأخير سقوط الإمبراطورية الإسلامية ثلث قرن على الأقل. حينها وتحديداً في الأعوام الأخيرة من الدولة العثمانية، كان قد أنهكها الحزب التركي اليميني المعروف بالاتحاد والترقي، اتحاد طارد تاريخ الدولة وأنهك شعوبها وظلم وطغى، ومن شعوبها العرب، ما أدى إلى قيام ثورات ضد الدولة كلها في محاولة للتخلص من ظلم الأتراك الذين كانوا هم أيضاً يتعرضون لظلم حزب الاتحاد والترقي نفسه. لكن من هو سلطان عبد الحميد الثاني؟ ولد عبد الحميد الثاني وهو السلطان العثماني 34 في الخلافة العثمانية عام 1842 في إسطنبول. تولى الحكم في عمر 34 خلفاً لعمه السلطان عبد العزيز عام 1876، في فترة كانت تعد فيها الدولة العثمانية بأضعف حالاتها، ما جعلها مطمعاً مغرياً للاستعمار الأوروبي، فتكالب عليه أعداؤه من كل الجهات. تعرض للعديد من محاولات الاغتيال حتى عزله البرلمان إلى سالونيك عام 1909 بعد بقائه في الحكم 33 عاماً. وبعد سنوات من عزله توفي في إسطنبول عام 1918. عرف عبد الحميد منذ طفولته بالانطواء، ويعزى ذلك إلى وفاة أمه السلطانة تيرماجاكان بمرض السل، كان يبلغ وقتها 10 سنوات. انعزال وصل بالأبي أن يصفه بالطفل المنطوي، لكن الأقدار كتبت أن ترافق طفولته زوجة أبيه الثانية العاقر بيرستو قاضن، التي عاملته كابن تعلقت به وتعلق بها. تولى عبد الحميد حكم الدولة عام 1876. عرف عبد الحميد بذكاء وقوة شخصيته، لكنه كان مقلا في الكلام، جيد الاستماع. تلقى السلطان عبد الحميد تعليمه على يد نخبة من العلماء في قصر السلطنة، أتقن العربية والفارسية والشركسية والألبانية، ودرس الأدب والتاريخ، ثم تعمق في التصوف، وبدأ في نظم عدد من الأشعار باللغة التركية العثمانية، وتم تدريبه على استخدام السيف وإصابة الهدف بالمسدس، كما درس الموسيقى والعلوم العسكرية والسياسية. أصبح عبد الحميد سلطاناً على البلاد وسط فترة حرجة للدولة العثمانية، فقد عزل الصدر الأعظم أخاه بدعوى الجنون، وتوفي عمه في ظروف غامضة. حينها كانت الدولة في أضعف حالاتها، مفككة، تعاني من مشاكل اقتصادية واجتماعية وسياسية وعسكرية، حتى أطلق عليها الغرب اسم الرجل المريض، دولة كان أعلن السلطان عبد العزيز إفلاسها عام 1875. حينها كان الغرب يصعد والدولة العثمانية تهوي، فتحت على الدولة القلاقل من كل صوب، الأكراد الانفصاليين من جهة، والفرنسيين من جهة، والبريطانيين من جهة. كان السلطان عبد الحميد وريث الدولة المريضة بحق، لكنه مع ذلك حاول الحفاظ عليها سنوات طويلة قبل أن يتعب وينهار. برغم اهتمامه البالغ في القدس والمسجد الأقصى، عانت فترته من هجمة غربية وصهيونية على فلسطين، ما دفعه إلى إصداره قوانين تمنع الهجرة اليهودية إلى فلسطين، لكن الأمر انفتح بعد عزله وكان ما كان. لم تكن مدينة القدس حينها تتمتع بمكانة دينية ورمزية تاريخية فقط، بل كانت تعيش فترة ازدهاء اقتصادي وتجاري كبير. كان
الحرفي وتجار المدينة يستفيدون من تدفقات مالية كبيرة قادمة من أوروبا، ما خلف حركة توسع عمراني كبيرة جعلها تتوسع خلف الأسوار التاريخية، وذلك بالتزامن مع اشتداد الهجوم الصهيوني عليها ومحاولات التحايل على سلطان عبد الحميد للتسلل إليها. وحين تم خلعه إجباراً وتهديداً بقتل شعبه قال: عملت 33 عاماً من أجل دولتي وشعبي، الله سيحاسبني، ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو من يحق له أن يحاكمني، سلمت هذه المملكة كما استلمتها، لم أبع شبراً من الأرض، وماذا أفعل إذا كان أعدائي قد أرادوا تشويه كل خدماتي وقد نجحوا في ذلك؟ كان ذلك في 27 من نيسان 1909 مستعيناً بفتوى للشيخ محمد ضياء الدين. حينها نفي السلطان وأسرته إلى منطقة سالانيك القبرصية، معقل الماسونية العثمانية واليهود اليونانيين. هناك مكث عبد الحميد بضع سنوات مشتغلاً بحرفة النجارة التي كان يتقنها إلى جانب الحدادة، لكن وصول القوات اليونانية المتمردة إلى سالانيك أدى إلى نقل السلطان المخلوع إلى إسطنبول من جديد في تشرين الثاني 1912، حيث أقام في قصر بيلارباي متفرجاً على استكمال مخططات تفكيك الإمبراطورية حتى وفاته في شباط 1918، حيث دفن في مقبرة السلطان محمود الثاني بمراسم جنازة سلطانية.